السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا السابقة محاضرة رقم 3 كانت كملنا الكونترولد فول ويف ريكتيفاير. اللود مالتي كان R يعني فقط ريزيستنس، وشفنا انه VM الى باي 1 زائد كوساين الفا هو فولتية الدي سي، والفولتية الفي ار ام اس كان بهذا القانون بهاي الفورمولا، والباور اللي هو في ار ام اس سكوير الى ار. اليوم محاضرتنا محاضرة رقم 4 راح تكون الحمل مالتي هو لود ريزيستنس وذ اندكتنس، يعني عندي مقاومة زائد ملف. احنا قلنا انه بالمحاضرة السابقة اللي كانت عندنا انه ثيرستر واحد واثنين يشتغلون ينطوني فولتية، بعد من ثم ثيرستر ثلاثة واربعة يشتغلون ينطوني فولتية، فكانت الفولتية مالتي اللي ظهرت على الاوتبوت فولتية بسبب ثيرستر واحد واثنين. بعدين ننتظر ثيرستر ثلاثة واربعة، يعني بالبداية اني انتظر لان ثيرستر ثلاثة واحد واثنين بدأوا يشتغلوا إلى الباي، من ثم أنتظر 3 و 4 يشتغلون إلى 2 باي. هذه كانت إذا الـ output مالتي فقط مقاومة. اليوم الـ output مالتي مقاومة ملف، فثيرستر 1 و 2 اشتغلوا هسه، ثيرستر 1 و 2 بدأوا يشتغلون وصلوا إلى هذه النقطة. زين؟ ايش راح يبدي هسه؟ راح يبدي المفروض 3 و 4 انتظرهم، يعني يبدي 0 3 و 4 يشتغلون حتى تبدي الموجة الثانية. بما انه موجود الملف والملف عليه فولتية خزنها من الحالة رقم 1 اللي بدت اشتغلت به، زين، راح يبدي هذا الملف الفولتية العالي تفرغ على ثيرستر 1 و 2 بالاتجاه السالب، زين، فراح تبدي تشتغل هذه الموجة بالاتجاه السالب إلى أن تجي بلس لثلاثة وأربعة، تجي بلس لثلاثة وأربعة تبدي تشتغل مرة أخرى إلى التو باي. التو باي هسه هنا وصل صفر، المفروض هسه ثلاثة وأربعة ثلاثة وأربعة بعد ما يشتغلون، لأن راح يبدي واحد واثنين وراهم يبدي يشتغل، واحد واثنين منتظرين قدح ما مشتغلين. بما انه موجود الملف، هذا الملف راح يبدي يفرغ الفولتية العالية على منو؟ على 3 و 4، راح يبدي يفرغ الفولتية اللي موجودة عليه على 3 و 4. فهنا راح تظهر عندي هذه الفولتية بسبب 1 و 2 ثيرستر 1 و 2، من ثم فولتية سالبة بسبب الملف على 1 و 2، فولتية 1 و 2 يعني ثيرستر 1 و 2، من ثم راح تبدي تشتغل بسبب فولتية 3 و 4 على اللود، هذه بسبب 3 و 4، من ثم بسبب الملف راح يبدي يفرغ لي على 3 و 4. فالفولتية الاوتبوت هي هذه. حدود التكامل راح تكون عندي من ألفا، من ألفا هنا نقطة ألفا إلى باي زائدا ألفا. إذا أرجع هنا على هذا الرسم مالتي قاعد أشوف هذا هنا فولتية موجبة بالنسبة لهاي V1، هاي فولتية الموجبة، وهنا فولتية سالبة بالنسبة لV2 بالنسبة لN، هذا نيوترال، فهنا قسم هاي هنا اكو عندي فولتية موجبة وهنا فولتية سالبة، وهذا هو الجيت قدح اشتغلت هذه الموجة، وهذا هو القدح الثاني اللي راح يشتغل به الفولتية الثانية. فاجي اني هنا فراح عندي تكون حدود التكامل من الفا القدح الاول، هذا القدح الاول من الفا الى هاي النقطة باي، القدح الثاني هذا هو، في القدح الثاني هذا هم ألفا، هذا هنا هم ألفا، فش راح تكون؟ تكون من ألفا إلى باي زائدا ألفا، هاي النقطة باي زائد ألفا على اعتبار هذه باي،
وهذه المسافة من هنا لهنا ألفا، زين، فتكون هذه النقطة باي زائدا ألفا، فحدود تكامل من ألفا إلى باي زائدا ألفا، فراح تكون واحد على 2 باي، بما أنه هذين الاثنيناتهم متكررات، فراح تكون 2 على 2 باي حدود التكامل من ألفا إلى باي زائدا ألفا، في أم في ماكس كوس ساين ثيتا أوميجا تي دي أوميجا تي. المهم بالأخير يطلع لي القانون مالتي 2 في أم إلى باي كوساين ألفا. إذا أريد تيار اللود، تيار اللود دي سي، فأنا لازم إيش عندي؟ عندي تيارات مال الثايرستورات، ثايرستور 1، ثايرستور 2، ثايرستور 3، ثايرستور 4. فأبدي أرسم ثايرستور 1 و2، 1 و2 منين اشتغل؟ من هذه النقطة إلى هذه النقطة، فهذا 1 و2 من هذه النقطة اشتغل اللي هي نقطة ألفا إلى باي زائدا ألفا، هذا تيار 1 و2، ثايرستور 1 و2. تيار ثايرستور 3 و4 راح يبدون يشتغلون من باي زائد ألفا إلى هاي النقطة اللي هي 2 باي، هاي النقطة اللي هي 2 باي، وبعدين يرجع أيضا يشتغل من صفر إلى ألفا، يعني هذه اشتغال مالتها من هاي النقطة إلى 2 باي، وبعدين يرجع هذا يشتغل بسبب 3 و 4. فسبب 3 و 4 هذه جاي يشوفها، وهذه سبب 1 و 2 هذه وهذه. فهنا عندي التيار بسبب 3 و 4، هنا عندي التيار بسبب 1 و 2. إذا أريد أجمع الايلود فأجمعهم، إذا تيار الايلود أريده فأجمعهم، هذا زائد هذا راح ينطيني الايلود اللي هو هذا بالدي سي، فكلهم بالموجب دي سي الموجب، لأن عملية جمع. بينما السبلاي كارنت الانبوت مالتي السبلاي كارنت هذا الاي اس اللي موجود هنا اللي هو هذا الاي اس، انا رسمت الايلود لأن يكون دي سي، هسه ارسم الاي اس في AC، فالآي اس إذا أشوفه هو هنا هذا الآي اس، هذا الآي 4، هذا هو الآي 4 وهذا هو الآي اس، فش راح يكون؟ راح يكون آي 1 ناقصاً آي 4، فآي 1 هذا هو الآي 1، الآي 4 هذا، فعملية طرح هذا من هذا راح ينطيني هذا الشكل. طبعاً أقدر أقول أسأل مو قلت آي 1 ناقص آي 4، ممكن أن أقول i3 ناقصا i2 نفس الشيء هذا بالسالب، او i3 ناقصا i2 ناقصا i3، لان هذا هنا راح يكون راجع، هذا هنا الموجب سالب، هذا هنا راح يكون راجع، فراح يكون i2 ناقصا i3، فايضا i2 ناقصا i3 راح يطلعيني بهذا الشكل. يعني صفر ناقص هذا المقدار راح يطلع لي بالسالب، شوف بالسالب، هذا المقدار موجب ناقص صفر يطلع لي موجب، صفر ناقص سالب يطلع لي سالب. الفولتية على الثايرستر سبق وأن حكيناها وشرحناها بالمختبر، الفولتية على الثايرستر هي تساوي لي فولتية الأوتبوت ناقصا فولتية الأنبوت، أو بعبارة أخرى أنا أقدر أباوع هنا على هذا الرسمة، أقدر أباوع على هذه الرسمة الفولتية، أنا أريدها على فولتية الثايرستر، الثايرستر واحد، فثايرستر واحد هنا اشتغل بهذه المسافة هاي من ألفا إلى ألفا باي زائد ألفا، إذا اشتغل باعتبار صار شورت سيركت، إذا شورت سيركت الفولتية عليه صفر، أوكي؟ إذا ما اشتغل راح تكون الفولتية اللي علي فولتية اللي متبقية اللي ما اشتغلت من فولتية الاي سي اللي ما اشتغلت، يعني انا مثلا عندي انا هذا الاي سي، اوكي هذا هو الاي سي، فهو وين ما اشتغل الاي سي؟ هاي النقطة هو ما اشتغل، هاي هو النقطة ما اشتغل، فهاي كانت بيك ريفيرس فولتج اون ثايرستر، هاي كانت البيك ريفيرس فولتج اون ثايرستر هذه، فطلعت شوفها ظهرت هنا، وبعد وين ما اشتغل؟ من هذه النقطة إلى هذه النقطة أيضا ما اشتغل، من هذه النقطة إلى هذه النقطة ما اشتغل أيضا، طلعت هاي الفولتية. فعندي آني ثلاث مكانات، مكان ما اشتغل بي بالبداية من الصفر للباي ما اشتغل بي،
فطلعت عندي الاوتبوت، طلعت عندي الفولتيه هنا نفسها مكان اشتغل بيه. شوف هذا المكان اشتغل بيه ثايرستر واحد او اثنين اشتغلوا بيه، فراح تكون شورت سيركت صفر. ومكان ما اشتغلوا بيه هذا اللي هي البيك ريفيرس فولتج اللي هي تساوي للفي ماكس او 2 جذر 2 في الفي ار ام اس. الدائره الثانيه، الدائره الثانيه هي هالف كنترول، هالف كنترول. الدائره الثانيه هالف كنترول هذه فول كنترول، كلها ثايرستورات، الذراعين موجوده بها ثايرستورات. هنا الهالف كنترول يا اما الاب راح تكون بها ثايرستورات، يا اما الداون راح يكون بها، اما الداون راح يكون بها دايودات، او بالعكس الاب تكون دايودات والداون هنا مالتي تكون ثايرستورات. بهذه الدائره ايضا، هذه الدائره ايضا هنا ثايرستور والدايود راح يبدون يشتغلون بالجهه الموجبه، والثايرستور والدايود 4 يشتغلون بالجهه السالبه. طبعا اثنيناتهم راح يطلعوا لي نفس الشكل اللي نفس شكل كانما فول ويف كنترول، راح يطلعوا لي كانما فول ويف. هنا راح يقلل لي الكوست على اعتبار انه راح ما يستخدم اربع ثايرستورات، راح يستخدم فقط ثايرستورين واثنين دايودات. ونفس الاوتبوت راح يظهر لي نفس الاوتبوت، شوف هذا هنا اشتغل بعدين قطع بعدين اشتغل. طبعا هنا هذا ملف ومقاومة، ملف ومقاومة، فقط راح يكون موجب، وهذا الجزء بسبب الملف على ثايرستور واحد ودايود اثنين، وبعدين يبدي يشتغل هذا ثايرستور يبدي يشتغل ثلاثة، وبعدين يبدي يفرغ على ثايرستور ثلاثة ودايود أربعة. يعني هنا هذه شلون تبدي تشتغل الموجة الموجبة، راح يشغل لي هذا الثايرستور أثناء القدح، هذا شغله أثناء القدح بدأ يشتغل، بعدين المفروض هسه هنا ما يشتغلون بسبب الملف الموجود على الاوتبوت، راح يبدي يفرغ لي على ثايرستر واحد ودايود اثنين. نفس الشيء ثايرستر ثلاثة واربعة راح يبدي يشتغل ثايرستر ثلاثة واربعة، هذا ثايرستر ثلاثة ودايود اربعة راح يبدي يشتغل، وراح يبدي بعدين يفرغ على بسبب الملف، راح تظهر الاشارة السالبة. فكأنما الاوتبوت نفس الاوتبوت مال الفول كنترول. هسه هنا الفول كنترول هذا الاوتبوت مالتها، الهالف كنترول ايضا نفس الاوتبوت. اذا يريد الاوتبوت فهو 2 في ماكس على باي كوساين الفا، 2 في ام على باي كوساين الفا. هنا حتى شوف، حتى نقلل هذا تاثير الملف، حتى نقلل تأثير الملف، هذا تأثير الملف، فراح نخلي هنا الفري ويلينج دايود، فري ويلينج دايود. ليش؟ لأن أنا هسه من الآخر راح أخلي هذا الفري ويلينج دايود الجزء السالب، شوفه الجزء السالب ما راح يظهر عندي الجزء السالب، وبهذا أنا حافظت على الثايرستورات وحافظت على كفاءة الريكتيفاير. ليش؟ لأن هنا كفاءة الريكتيفاير، شوف هذه مثلا، شوف موجب وظهر لي جزء من السالب قلل من الكفاءة، رقم واحد. رقم اثنين أنا هذا الثايرستور حاسب له أنه يشتغل من ألفا إلى باي، بهذا الشكل راح يشتغل من ألفا إلى باي زائد ألفا، فكأنما أنا ضفت عليه شغل زيادة بحيث يسوي لي عليه هيتينج. هنا هذا الفري ويلينج دايود راح يسوي لي كانما يقلل لي، كانما راح يسوي لي كولينج، والشيء الثاني انه يحسن لي من كفاءه الريكتيفاير. فراح تكون الاي لود هو نفسه اثناء التشغيل كله، هذا الاي لود، التيار الثايرستر، تيار الثايرستر الاول او الدايود رقم 2، دايود رقم 2 راح يكون من هذا يعني من الفا الى باي، قبل اشتغل منين؟ من الفا
الى باي زائدا الفا. هالمرة اشتغل من الفا الى الباي. شوف هذا هنا ثايرستر 3 و 4 دايود 4، شوف اشتغل من الفا زائدا باي الى 2 باي. هنا ما راح يظهر عندي لان خليت الفري وولينج دايود، راح يهمل لي تأثير الملف السالب راح يهم لي. فراح هنا شوف هنا 3 و 4 هنا كان يشتغل، شوفوا هذا كان يشتغل، بينما هنا 3 و 4 ما راح يشتغلون. هذا تيار الكوميتيتنج او الفري وولينج دايود هنا. فحتى اطلع الايلود مجموعهم كلهم هذولي طلع الايلود، بينما تيار الاي سي سبلاي، تيار الاي سي السبلاي اللي هو هذا الاي اس، هذا هو يكون هذا التيار ناقصا هذا التيار، هذا التيار ناقص هذا التيار. فتيار 1 ثايرستر 1 ناقص دايود 4، فتيار ثايرستر 1 هذا هو ناقص 4 اللي هو هذا، فراح هنا 0 ناقص 0 0، هذا ناقص 0 ينزل نفسه 0 ناقص 0 0، وهذا هو 0 ناقص هذا بالموجب ينطيني اياه بالسالب. الاوتبوت مالتي، شوف الاوتبوت مالتي كانما نفس الاوتبوت اذا فقط مقاومه، صار الاوتبوت كانما نفس اذا الاوتبوت مقاومه بالنسبه للفي دي سي. فالفي دي سي يساوي في ماكس الى باي 1 زائد كوساين. هنا عندنا مثال، المثال single phase full control the bridge rectifier is supply 120 volt determine يريد المين load voltage for firing angle delay angles of 0 45 90. يقول assume a continuous load current. هنا الفولتج دروب مطيها 1.5، مطيك هالمره فولتج دروب 1.5، شو رايد ديترماين ذا ريكواير بيك فولتج اوف ايتش ثايرستر. هذا المثال موجود بلاندر، كتاب بلاندر انا انطيته على مود انه تشوف اذا من يعطيك الفولتج دروب شلون تعوضها بالقانون. بما انه هذا فول كنترولد، فول كنترولد ارجع على القانون مالتي مال فول كنترولد اللي هو هذا 2Vm by cosine alpha. فأجي هنا 2Vm by cosine alpha. طبعا ال Vm هنا هو مطيك ال Vmax، تضربها مطيك VRMS تضربها في جذر 2 راح تطلع لنا ال Vm ال Vmax، فيصير 2 على ال Vmax في cosine alpha. cosine alpha مرة تعوض 0 مرة تعوض 45 مرة تعوض 90 ناقص 2 في 1.5. هسه ال 1.5 الفولتج دروب، ليش 2؟ لان انت بكل سكشن راح تشغل 1 و 2، بعدين ترجع تشغل منه 3 و 4. فبكل سايكل يشتغلون عندي ثايرسترين، فلذلك الفولتج دروب راح تكون 2 في 1.5. فطلعت عندك الفا 0 تطلع عندك هلقت، الفا 45 تطلع هلقت، والالفا 90 تطلع 0. وهذا المثال اللي انطيتكم اياه الهوم وورك، انطيتكم مثال هوم وورك، رايد الباور فاكتر، اني رايد الباور فاكتر ماكسيمم باور فاكتر. فالماكس باور فاكتر، الماكسيمم باور فاكتر شو وقت احنا نعوضه؟ من يكون الفولتج ماكس. شو وقت الفولتج ماكس؟ من تكون الفا تساوي صفر. بيك the peak voltage across the thyristor هي نفسها ال V max وتساوي 120 في جذر 2. هنا هذا السؤال هالمرة منطي half controlled. هذا السؤال منطي half controlled. بال half controlled هنا with free wheeling diode، طبعا ال half control هنا المستخدمة ويا free wheeling diode، منطي هاي الزوايا منطيها 0 60 90 135 ال 80، ورايد رايد التيار ال RMS، رايد voltage max اللي على الثايرستر او على الدايود، ورايد voltage ال DC.
فولتية الدي سي من هذا القانون مالتي. شوف هسه هنا اجي وين القانون مالتي اللي هو هذا الفري ولينج دايود وذ فري ولينج دايود هنا هو حاله. اذا without فري ولينج دايود تقدر تاخذ هذا القانون نفسه، بس ويا فري ولينج دايود تقدر تاخذ هذا القانون. نجي هنا معوض هذا القانون، معوض هنا بالفا مرة 0 مرة 60 مرة 90 مرة 135 مرة 180 عوض هنا هناية ال VM في جذر 2 ضربها طلعت عندي هذه الفولتيات. طبعا each thyristor and diode الفولتية 120 في جذر 2 هاي احنا نعرفها لان البيك ريفيرس فولتج عليهم. الماكسيمم كارنت RMS اللي هو راح يكون بالهالف سايكل راح يكون 25 تقسيم جذر 2. ال 25 هو مطيها هاي الفولتية اللود فولتية الدي سي تقسيم جذر 2 حتى يطلع لي ال RMS. طبعا هنا قايل كوميتيتنج دايود، شوف هنا كوميتيتنج دايود على اعتبار انه اكو موجود فري ولينج دايود والكونتاكت فور اولموست كومبليت سايكل وين من الفا الى الثمانين، يعني من الفا الى الثمانين. therefore it is must be rated at 25 امبير. هسه عندي دائرة اخرى اللي هي اسمها هذه هي الدائرة اللي نسميها single phase dual converter. single phase dual converter هذه الدائرة تتكون من اثنين ركتفايرات، من ركتفاير كونفرترين، اثنين كونفرتر، كونفرتر واحد كونفرتر اثنين. كونفرتر رقم واحد راح يشتغل as a rectifier، كونفرتر رقم واحد راح يشتغل as a rectifier، كونفرتر اثنين راح يشتغل as a inverter. كونفرتر رقم اثنين راح يشتغل لي كأنما inverter، كونفرتر رقم واحد راح يشتغل لي كأنما ريكتيفاير. هنا هذه وين نستخدمها؟ عادة تستخدم in high power variable speed drive. high power variable speed drives. وهذه إن شاء الله السنة القادمة إن شاء الله راح تأخذوها بدرس المسوقات. هذه الدارة كلش مهمة أن شلون نحصل على الفولتية دي سي من تو كونفرتر، من تو كونفرتر، واحد كونفرتر يشتغل كأنما ريكتفاير والثاني يشتغل كأنما انفرتر. زين هذه الدائرة تشتغل شغلين، مرة نسميها نون سيركوليتنج كارنت، نون سيركوليتنج كارنت يعني ماكو تيار من هذه الجهة الى هذه الجهة، ومرة circulating current يكون التيار من الجهة الأولى إلى الجهة الثانية. هذا ال circulating current بالبداية خلنا نقول على non circulating current. non circulating current راح أشغل الكونفرتر رقم واحد، كونفرتر رقم تو طافي نهائيا ما يشتغل نهائيا. كونفرتر رقم واحد أشغله وأشغله بزاوية قدح من 0 إلى 90، يعني ما أخذ زاوية قدح أكثر من 90، حدود زاوية القدح من 0 إلى 90. بعدين هذا يطفى، بعدين أبدي أشغل هذا الكونفرتر الثاني اللي هو الانفرتر بزاوية قدح من 0 أيضا إلى 90، زاوية قدح من 0 إلى 90، وهذا الريكتفاير إنه هو شبيه طافي ما يشتغل بلوكينج. هاي نسميها نون سيركوليتنج كارنت. إذا سيركوليتنج كارنت اثنين هم يشتغلون بنفس الفترة، بس شنو؟ اثنين هم يشتغلون بنفس same time، بس شنو؟ هنا هذا الركتفاير راح يشتغل من الصفر للتسعين حدود ألفا من الصفر للتسعين، بينما هذا الانفيرتر الكونفيرتر الثاني راح يشتغل من التسعين للمية وثمانين. هذا راح يطلع لي تيار وفولتية موجبة، هذا الكونفيرتر راح يطلع لي تيار وفولتية موجبة، هنا هذا الكونفرتر راح ينطيني تيار وفولتية سالبة، ينطيني تيار وفولتية سالبة. ليش؟ لأن شغلته من التسعين للمية وثمانين، بينما هذا راح أشغله
من الصفر إلى التسعين. فهنا شوف هذه الفولتية، هذه الفولتية الاوتبوت بسبب كونفيرتر رقم واحد، وانت قاعد تشوفها فولتية الاوتبوت بسبب كونفيرتر رقم واحد هي ريكتفاير اعتيادي. هاي احنا حسبناها وشفناها ريكتفاير اعتيادي. هذه الفولتية على الاوتبوت بسبب كونفيرتر اثنين اللي هو الانفيرتر. الفولتية على الاوتبوت بسبب كونفيرتر اثنين اللي هو الانفيرتر. طبعا هنا الحدود مالت الانفيرتر رقم واحد هاي الفا، عد الفا. الفا 2، الفا 2 هو باي ناقص الفا. ليش؟ لان الالف هنا في دي سي يساوي سالب في دي سي 1، فهذا هنا راح تاخذ هذه يروح ويا هذه، راح تكون كوساين الفا 2 يساوي ناقص كوساين الفا 1، وبالتالي هذا الناقص كوساين بال الدوال المثلثية راح يكون كوساين باي ناقص الفا 1، فبعدين الكوساين مع الكوساين بالدوال المثلثية راح تكون الفا 2، الفا 2 تساوي باي ناقص الفا 1 هنا. ولذلك هذه راح تكون الفا 2 تساوي باي ناقص الفا 1، فهنا راح تبدي من الفا باي ناقص الفا 1. الفا 1 هذه بديت هذا ريكتفاير اعتيادي، بينما الثاني راح يبدي بمن؟ يبدي هنا من يعني الالفا مالته، الالفا مالته هي باي ناقصا الفا، هاي الباي ناقصا الفا ناقص الفا، فهذه هي النقطة. فراح يبدي هنا، فراح يبدي من هذه، شوف لأن هو شو طلع لي جزء السالب، راح يبدي من هاي هذه إلى هذه النقطة. هذا كله بسبب الملف، يرجع النوب 2 باي ناقص الفا 1، 2 باي ناقص الفا 1، وهذا راح يرجع من هاي بسبب الملف. شلون هذا؟ هنا الفا 1 بدا يشتغل وهذه هي بسبب الملف، بينما هذا يشغل السالب وهذا هنا اشتغل وهذه راح تكون بسبب الملف. الفولتج جنريتنج سيركوليتنج كرنت اللي راح يكون هذا سيركوليتنج كرنت هو عملية جمع فولتية الاوتبوت الاول زائد فولتية الاوتبوت الثاني. وبما ان فولتية الاوتبوت مالتي الثاني بالسالب، فولتية الاوتبوت مالتي بالسالب الثانية، لان هذا اذا شوف هنا الرسم مالته شوفه هذا معكوس، فهو يشتغل لي على السالب، فهنا ايش راح تكون؟ راح تكون هنا كانما عملية طرح، يعني V1 ناقصا في اوتبوت 2، وبهذا راح تكون هذه ناقص هذه راح تنطيني هذا الاوتبوت اللي هو يكون فولتج جنريتنج سيركوليتنج كرنت، اللي هو هسه دا نشوف، شوف هسه هنا المسافه من هذه المسافه، باو هاي المسافه موجبه ناقص هاي المسافه ايضا موجبه راح ينطيني صفر، وهنا ايضا عد الحدود هذه ناقص هذه، هذه شوف ناقص هذه ايضا ينطيني صفر، بينما الباقي لا راح يكون هذا ناقص هذا، بينما هذا هو شوف هذا هنا موجب زين ناقص ناقص هذا اللي هو راح يكون بالسالب، راح يكون شوف هسه هنا هذا راح يكون بالسالب لان هنا قبل اشاره ناقص راح ينطيني هنا السالب. وبالنسبه للباقيات نفس الشيء. القانون مالتي هو راح يكون حدود تكامل، يعني واحد هذا احنا التكامل ما مطالبين به، انتم مطالبين بهذا القانون اللي هو 2vm اوميجا ال كوساين الفا ناقص اوميجا تي. الاوميجا تي احنا دائما يعني نتفق عليها انه هي 2 باي الى 2 باي، يعني هذه هنا بمكان هاي الاوميجا تي انا اعوض ال2 باي. طبعا حدود التكامل هي معروفه، يعني هسه هنا شوف من الفا طبعا هذا القانون العام، بعدين القانون اللي هو انا عندي فولتيتين، فولتيت 1 فولتيت 2، حدود التكامل من الفا ناقص من باي ناقص الفا 1 الى الاوميجا تي. بعدين هو شو مسوي؟ فاتح هذا التكامل اللي هي بهالشكل هذا زين،
على اعتبار اكو عنده فولتيت 1 اكو عنده فولتيت 2 بعدين طالع عنده الاوتبوت النهائي. طبعا التيار اكبر من صفر الفا بين من بين 90 والصفر، التيار راح يكون بالسالب من الفا بين 90 والمية والثمانين. هذا سؤال، هنا عندي سؤال على هذا الدول كونفيرتر. السؤال يقول انه انا عندي فهنا ايش عندي؟ عندي دول كونفيرتر اللي هو هذا الـ هذا الـ نفس هذا الرسمة، فعنده الفولتية موجودة، شوف هنا موجودة الفولتية، عنده الهيرتز المقاومة موجودة، الفا 1 60 الفا 2 120، طبعا يقدر يقول لك بس الفا 1 ينطيك اياها، انت الفا 2 تقدر انت تحسبها على اعتبار انه الفا 2 تساوي باي ناقص الفا 1 فراح تطلع 120. يريد البيك كرنت بيك سيركوليتنج كرنت اند بيك كرنت اوف كونفرتر 1. الاوميجا احنا قلنا حتى انا اعوض بهذا القانون احتاج الاوميجا، الاوميجا 2 باي اف طلعت عندي الفا 60، الفي ماكس جذر 2 في 120، 120 موجوده في جذر 2 يعطيني الفي ماكس، الفريكوانسي موجود ال L كمل F 40 ملي هنري، 2 باي أوميجا احنا دائما ناخذها قلنا الأوميجا ناخذها 2 باي أوميجا T دائما ناخذها 2 باي، ألفا هي 60 هاي هي نفسها 60، إذا نعوض هنا راح تكون 2 في M أوميجا L أوميجا L 1 ناقص كوساين ألفا، كوساين ألفا 60 الستين نص، واحد ناقص النص ينطيني نص، فالثنين تروح ويا النص راح تبقى فقط الـ VM في الأوميجا في الـ L. هذا الواحد ناقص كوساين شلون جاي؟ جاي من هذا القانون، هنا الكوساين، هنا الكوساين مالتي هو الـ 2 باي، زين؟ فكوساين الـ 2 باي، فهنا شوفوا شباب هنا واحد ناقص كوساين الفا، بينما بالقانون هنا شوف هنا القانون ايش قايل؟ كوساين الفا ناقصا الاوميجا تي، مثلا المفروض كوساين الفا ناقص واحد، سوى كتبها واحد ناقص كوساين الفا. احنا هنا شو نقول؟ نقول انه التيار يكون اكبر من صفر اذا الفا بين الصفر والتسعين، الالفا بين الصفر والتسعين، ويكون اقل هذا التيار اذا الالفا 1 بين 90 وال 180، الالفا بين 90 وال 180. يعني شلون هنا من قلنا؟ قلنا انه هذا الكونفرتر، هذا الكونفرتر راح يشتغل من الصفر لل 90 بدايه، من الصفر لل 90، بينما هذا الكونفرتر راح يشتغل منين؟ من 90 لل 180. هذا الكونفرتر راح يشتغل من 90 الى 180. شوف هذا الكونفرتر، كونفرتر رقم واحد من الصفر الى 90، الفا 1 من الصفر لل 90، بينما هذه هنا الفا 2 من 90 لل 180، ايش راح يعطوني؟ في دي سي موجب، اي دي سي موجب. بينما اذا بالعكس، يعني شلون بالعكس؟ هنا هذا الكونفرتر من الصفر لل 90، الفا 2 من الصفر لل 90، والفا 1، الفا 1 من 90 لل 180، الفا 1 من 90 الى ال 180 راح ينطوني التيار، هذا التيار يكون بالسالب، هذا التيار هنا يكون بالسالب. فعندي الفولتيه الدي سي وتيار الدي سي، فولتية الدي سي، تيار الدي سي موجب، موجب إذا هذا اشتغل من الصفر للتسعين ألفا، كونفرتر رقم واحد للألفا من الصفر للتسعين، وكونفرتر رقم اثنين للإنفرتر يشتغل من التسعين للثمانين. إذا فولتية الدي سي سالب وتيار الدي سي سالب، راح هذا يشتغل الألفا مالته ألفا 2 من الصفر للتسعين، والكونفرتر الثاني من التسعين الى المية وثمانين. طبعا
راح تطلع عندي الـ IR 11.25. الـ I peak هو شنو؟ الـ VM على 10، الـ VM هاي موجودة تقسيم 10، طلعت عندي الـ I peak. The peak current of converter 1، the peak current of converter 1 هي عملية جمع الدعش التيار هذا اللي هو 11.25 زائد 16.79. لو نفرض أنا انطيت الفولتية الدي سي، هاي كلها نفس الشيء، كل هذه نفس السؤال، ما عدا هنا أطلب أخلي فقط فولتية في دي سي مثلا تساوي 20، أنت إيش راح تقول؟ تقول بما أنه في دي سي تساوي 20، أنت الفي دي سي أو تيار الدي سي أنا أعطيه يساوي 20، تيار الدي سي عندك موجود، في دي سي تقدر تحسبها من القوانين مالتنا، في دي سي هذه تقدر تحسبها، في ام موجوده، باي موجوده، الفا موجوده، تقدر تطلع الفي دي سي. اذا التيار تقدر تحسبه، التيار مالتك، التيار عندك موجود، في دي سي موجوده، المقاومه تقدر تحسبها، المقاومة تقدر تحسبها وترجع تحسب من جديد. بس طلاب أذكركم آخر شيء بعد، يعني حتى تكون واضحة، هذا الكونفيرتر يشتغل كريكتفاير، هذا الكونفيرتر يشتغل كإنفيرتر. هذا الكونفيرتر ممكن أنا أشغله من 0 لل 90 وهذا يبقى كلوز يعني مغلق بلوك، بعدين أرجع أشغل هذا الكونفيرتر من 0 لل 90 وهذا يكون بلوك كلوزد، هذا نسميها non-circulating current. أو أشغل هذا الكونفيرتر من الصفر للتسعين كريكتفاير، وهذا الكونفيرتر أشغله كإنفيرتر من التسعين للمية وثمانين، من التسعين للمية وثمانين راح يعطوني VDC أو IDC موجب. أو أعكس الحالة، هذا أشغله كإنفيرتر وهذا أشغله كريكتفاير، هاي نسميها، هذلني النقطتين نسميها circulating current، راح يمر circulating current، بحيث هذا كإنفيرتر يصير من الصفر هذا أشغله من الصفر للتسعين هنا، وهذا أشغله من التسعين للمية وثمانين، فراح ينطوني VDC و IDC negative. VDC و IDC negative. شكرا جزيلا، أتمنى لكم الصحة والسلامة.